Hello, good morning. كيفك يا رابح؟ Are you okay today? Today is Thursday and we are studying English. اليوم عندنا check up كامل للوحدة، يعني راح أعمل مراجعة، مش أعمل مراجعة، راح عندي صفحتين مراجعة بالactivity book بهذا الكتاب، راح نحل كذا تمرين منها المهمات، عشان إيش أنهي الوحدة ويوم الأحد، إما أبعث فيديو مراجعة أو أبدأ بالوحدة الجديدة، لسه ما قررت. أتوقع راح أبعث فيديو مراجعة للوحدة كاملة، لأن احتمال أعطيك خلال الأسبوع الجاي كويز فيها، كويز بالوحدة اللي هاي اللي خلصناها، عشان ما تكون داخلة بالفاينل. تمام، يعني بدي أخفف عليكم لبعدين. عندنا اليوم ريفيجن بهذا الكتاب. So everyone open your activity book on page number، هاي check up اللي هي 80، page 80. في عندي check up challenge، بدي أركز بس على التدريب هذا، لأنه هذا فوكابيولري مهم جدا، هذا لا ما بهمني، وبهمني هذا على قواعد أدوات الريلاتيف كلوزز، الأسماء الموصولة مهم، وهاي عن برضو يعني له علاقة بالقواعد والكلمات. بس 3 تمارين من أصل 4. الآن عندي بدي أعبي هنا بالكلمات، أنا ما بهمني أعبي، بهمني أحل بس شو الكلمة، لأنه أنا زي هيك بجيب لك بالامتحان. The on my computer is much smaller than the on the television. يعني الإشي على الكمبيوتر تبعي أصغر من الموجود على الكمبيوتر من الشاشة. إيش هي؟ screen، الشاشة. يعني شاشة التلفزيون الكمبيوتر أصغر من شاشة التلفزيون screen هاي. My computer has good which make the music sound great. تليفوني على لابتوب أو كمبيوتري عليه أشياء بخلي صوت الموسيقى واو، يعني عالي. إيش هي؟ بخلي بكبر الصوت، سبيكر. طيب when the battery in my smartphone dies، لما تضعف البطارية أو خلص بخلص شحني، شو لازم أستخدم حتى أعمل الشحن؟ يعني اللي هو إيش؟ yes charger، I have to recharge charger. charger معناها شاحن، يعني لما تضعف البطارية شو راح أشحن. A computer is too heavy to carry so I take my. هلا أنا بدي عندي شغل، فصعب أحمل جهاز الكمبيوتر الشخص هذا البي سي اللي موجود في البيت، شو بحمل لحتى أسهل؟ اللابتوب. طيب he loves singing on stage with a، أي مطرب بيطلع يغني على الستيج شو بكون معه في إيده؟ microphones. اوكي مايكروفون واحد هو، لانه مفرد هون. it works with your computer and it's a musical instrument. هو بيشغل يعني 6. اوكي it works with your computer، يعني بشغله على جهازك، and it's a musical instrument، وهو يعني زي الآلة الموسيقية، يعني اللي هي رقم 6. طيب اللي هي الكيبورد، أنا مش عارف ليش آلة موسيقية، بس اللي هي الكيبورد، لوحة المفاتيح كيبورد. 7. I can't print the photograph on my computer for you because my is broken. هلا شو الاشي اللي بستخدمه للبرينتينج؟ الطباعة، printer، طابعة. it works with your computer، بستخدمه على الكمبيوتر، وهي على اسم حيوان animal، مين هي؟ الماوس. I love playing on my brothers، بحب ألعب على البلاي ستيشن اللي هو تبع اخوي، اللي هو الجيمز كونسول، جيمز. كونسول تحكم الالعاب، وحده التحكم. تمام، هذا التدريب مهم جدا، بعدين انت فرخن هون اذا عندك وقت. هذا انا قلت ما بهمني، ما بدي اياه، هذا مهم جدا. something مذكرين انه قلت لكم ادوات الريلاتيف كلوزز which بتكون للجماد او الحيوان او غير العاقل، الهو لانسان او people شخص، والوير بتكون لمكان. طيب بدي اعبي the person، انا على السريع ترى من اول لحظه شوي، من اول كلمه انا ببين the person، person يعني شخص. لحظه بس اوضح الكاميرا،
person شخص يعني هو. Is your mom or dad sister؟ الشخص اللي بيكون أخو أمك أو يعني is your mother or sister؟ أخت أمك أو أبوك، شو بنسميها؟ مين هي؟ الأنت، العمة أو الخالة. A place، place مكان، اللي هي where، معلش الكاميرا مش where. You can buy، مكان بشتري منه خبز، شو اسمه؟ خلناها بالوحدة اللي قبل، اللي هي ايش؟ ممتازية، اللي هي bakery. bakery، طيب خلينا نكمل، اللي هي bakery المخبز. Something people wear on their feet to do sport، اشي بلبسوه. Something طبعا هو جماد، اشي يعني أو أوبجكت يعني نحكي، اللي هو which بلبسوه الناس برجليهم حتى يلعبوا رياضة، اللي هم الحذاء الرياضة trainers. trainers. طيب التدريب الأخير له علاقة choose the right words and write them on the lines، يعني في كلمات هنا، كل جملة في عندي ثلاث خيارات، بدي أختار الجملة الصح بناء على الكلام. في عندي هاي تبعت الموسيقى، نسيت اسمها، هي قديمة. هذول زي اسطوانات الموسيقى، هذول كاسيت، سي ديز، كمبيوتر، سمارت فون اند هيدفون. بقول لك in the past people could only listen to music when a musician played for them، الناس كانت تسمع الموسيقى لما يعزف قدامك، ما كان عندهم انه نحضر تلفزيون ولا كمبيوتر ولا على الأجهزة. but the on the gramophone، اسمه الجراموفون، هذا الجراموفون، هذا جراموفون. meant people could play records in their homes، هو يعني هذا الاختراع، هو الانفنشن، الجراموفون هو انفنشن جديد، بخليهم يسمعوا اغاني مسجله على هذا الجهاز. this was a machine، هو عباره عن ماشين، هي اله. طيب الاله شو بحكي لها؟ شو الـ يعني الريلاتيف كلوز المناسب لها؟ which، لأنها جماد object. which could play music، نعزف عليها موسيقى. after that comes cassettes، بعدين اجت الكاسيتات، هيها الكاسيتات هنا. which were smaller، هي كانت حجمها أصغر من أجهزة التسجيل هاي، than أصغر من smaller، إيش بيجي ورا الإي آر؟ لا. and then CDs، بعدين إجت عند CDs، CDs which lasted longer، طولت فترة طويلة. with digital technology people didn't need to go shopping anymore for music they could، هلا مع التكنولوجيا الناس بطلت تروح على المحلات تشتري، خلص شو بيعملوا؟ تشارج ولا داونلود ولا برينت؟ داونلود، بحمل الأغنية بنزلها، داونلود it from the internet onto their computers. now if people have the smartphones and some ايش يعني، إذا عندك تليفون وسماعات تسمع الموسيقى في أي وقت وأي مكان، إذا اللي هم ايش؟ الايرفونز، عاد هم هيدفونز، هم الهيدفونز هذولا. اوكي بس راح نختار الايرفونز لانه مش عارفه، المفروض الايرفونز الصغار هاي تبعت الرئيس، بس يلا نفس المعنى سماعات يعني. اوكي حلو لي اياهم في المكان المناسب، وما في داعي تبعثوا لي دان ولا اشي، خلص يعطيكم العافيه وانجوي يور ويك اند وجود باي.